عمل كمصور ومصمم صفحات ويب ولم يحالفه الحظ وفشل بهذه المهنة أيضا، فقرر احتراف الموسيقى وعمل كموزع موسيقي وألف عددا من المقطوعات الموسيقية، ولكنه فشل فيها فشلا ذريعا. وبعد قصة عشق طويلة أشبه بقصة روميو وجولييت، هجرته زوجته بسبب فشله، قاطعه أصدقاؤه وانعزل بعيدا عن الناس وانفض عن من حوله، وانعزل بشقته لا يكلم أحدا. وكشاب من جيل الثمانينيات راح ينفس عن غضبه بألعاب الفيديو، وهنا تنقلب المعادلة وتتحول الخسائر إلى أرباح. وهنا بدأت قصة الإيرلندي بريندان جرين مخترع لعبة بوبجي. ذات يوم فتح بريندان التلفاز وشاهد الفيلم الياباني باتل رويال، وهو عبارة عن مجموعة من الطلبة يقتلون بعضهم البعض في مكان واحد. تأثر بريندان بالفيلم فخطرت بباله فكرة تحويله للعبة فيديو. تواصل مع شركة ألعاب كورية شهيرة وعرض عليهم الفكرة، وأضاف لها بعدا دراميا بأن اللاعب كما الواقع له فرصة واحدة فقط، إما أن يموت أو يعيش. ووافقت الشركة على الاقتراح وبرمجت اللعبة وطرحتها بالأسواق في عام 2017، حيث حققت اللعبة نجاحا عالميا منذ الأيام الأولى لنزولها، ثم نزلت على الهواتف المحمولة وتم تحميلها مليوني مرة خلال 60 يوم فقط. جمع بريندان ثروة قدرها 200 مليون دولار خلال 4 أشهر فقط، بعد أن أصبحت لعبته الأكثر شهرة في العالم. على الرغم من اختراعه لأعظم لعبة فيديو في العالم، إلا أن بريندان جرين ليس من هواة لعبته، ولا يفضل الجلوس للعب لعبة بوبجي التي جعلته مليونيرا في سنة واحدة فقط، بعد أن وصلت إيرادات اللعبة إلى أكثر من 2 مليار دولار، ولا زالت أرباحه متصاعدة إلى هذه اللحظة. الصدمات والفشل اللذين يتلقاهما الإنسان في حياته لا تكون سلبية دائما في حياة الإنسان. لو نجح بريندان بالموسيقى يوما لما عرف العالم بأسره أشهر لعبة إلى اليوم، إنها لعبة البوبجي يا سادة.